بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخوتي وأخواتي قد ترون أن موقفي من مدرسة سيد حسين نصر بارك الله في عمره ومد في فسحته يعني اتسم إلى حد كبير بالقسوة ربما ربما يعني يراه بعضهم غير منصف له الحق في ذلك، لا ليس لدي اعتراض لكن اريد فقط ان اقول إيه شيئا واحدا هذا الشيء ربما اشار اليه المرحوم البروفيسور محمد عبد السلام النوبي في النوبي الباكستاني حين قال في تقديمه طبعا لعمل ايش؟ بارفيز ودوبوي هوي بمعنى الكلام قال هنيئا هنيئا للمسلمين بعمل سيد حسين نصر وبعمل ضياء الدين سردار بهذه الطريقة على يعني إيه ما ذكر المعنى بهذه الطريقة هما أديا أديا أسوأ خدمة يمكن أن تؤدى للعلم في عالم المسلمين أبدا هكذا قال إيه لي الرسول محمد عبد السلام قال بهذه الطريقة ما شاء الله يعني هما فتى يقول أن يقول باللغة العربية إيه في عضد المسلمين إزاء العلم الحديث كأنهم يقولان لنا لا تحتاجون هذا العلم إليكم عنه اتركوه طيب ريثما ماذا؟ ريثما نعطيكم إيه البديل أين البديل؟ وهل تنظيراتكم هذه قادرة أن تعطي البديل؟ فأريد أن أقول بمناسبة إيه ربما ما لمستموه من قسوة في نقدي وفي تقييمي لعمل هذا الرجل المحترم والفيلسوف الكبير حين كنا صغارا ومراهقين وأغرارا كنا ننحاز بطريقة نرجسية إلى كل شيء يبدو أنه ينحاز إلى ديننا وأمتنا المسلمة لكن حين شببنا عن الطوق وقطعنا علائق الطفولية والصبيانية وبدأنا نتعانى معاملة الواقع والأحداث والظروف بحس عملي بحس عملي لا بحس هوائي مثالي نظري أدركنا أن مثل هذه الخطوات وهذه المواقف تضر ولا تنفع، تضر بالأمة والدين، تضر بالدين وحملته، وأننا يجب أن نكون أكثر وفاءً لمتطلبات التحديات في وجه الأمة، وفي وجه إيه دينها وعقيدتها، وبالتالي أن نتخذ مواقف أكثر عملية وجدية ووضوحًا. في الملفات الكبرى وهذا من أكبر ومن أهم الملفات ملف العلم والدين والموقف من العلم الحديث تعرفوا لماذا؟ لأن الأمة وهذا مبحث وحده والحمد لله مكتوب فيه كتب ودراسات وإحصاءات كثيرة من أهمها كتابات الفلسطيني واللبناني فلسطيني الأصل أنطوان زحلان المسيحي هذا الرجل أوفى على الغاية له أكثر من عمل أكاديمي محترم عن وضع العلم والتقنية في بلاد العرب، وهو وضع غير يعني مفرح وغير مبشر بالمرة، وفي أرقام وأشياء وإحصاءات والله صادمة أنا سأخجل الآن من ذكرها، لأنها تقوم على المقارنة بين إنتاج العرب العلمي مقارنة بإنتاج إسرائيل، خزي أقسم بالله العظيم خزي، شيء يجعلك تشعر أنك ستذوب ولا عليك من هذه إيه؟ يعني من هذه النزعة الاستعلائية التي تجدها عند بعض المثقفين العرب وكأنه يظن العرب هذول أعظم أمة وأعظم علماء طبعا مثل هذه النزعات يتسم بها فقط الجهلة الذين ليس لديهم أي معطيات حقيقية عن إيه؟ ها؟ عن الواقع والواقع فلذلك عندهم هذه الثقة المفرطة الواقع تتكلم بلغة مختلفة تماما شوف حتى باكستان والمسلمون الباكستان هم هنود يعني نفس العرقية وهؤلاء بالذات هذا الشعب الهندي عموما من اذكى الشعوب في باب الرياضيات صحيح والرياضيات هي ماده الفيزياء عندك رياضيات قويه انت فيزياء ناجح ما في رياضيات ما في فيزياء انسى انسى بطل في فلسفه بعدين مش فيزياء مع ذلك كتب هوي يذكر وصدمني ان احد العلماء الامريكان من الحائزين على جائزه نوبل اعتقد اسمه تينك صمم امتحانا في منتهى اليسر والقرب لطلبة باكستانيين على أن من نجح في هذا الامتحان يأخذ منحة ليدرس في الام اي تي مع حديث للتكنولوجيا شيء من أحلى ما يكون الامتحان بالطريقة الأمريكية مئتا سؤال فقط في خمس ساعات مئتا سؤال أربعون دقيقة على التكثير عليهم لانه خيارات ثلاثيه فقط مش خماسية اربعون دقيقه كافي جدا خمس ساعات وصمم الامتحان من هذا العالم النوبي الفيزيائي صمم أه؟ بان الاختيارات العشوائيه فيه عشوائيا حط خيارات تكسب صاحبها حظا بنسبه 67% للنجاح النجاح العجيب المتقدمون يقول ايه هود بهوي استاذ الفيزياء الكبير وفيزيائي كبير ايضا المتقدمون كانوا ايه بضع مئات لم ينجح منهم احد هذا مش عقل عربي العقل الهندي الرياضياتي لم ينجح احد. لذلك دقوا ناقوس الخطر اين ايه؟ اين الخطا؟ اين الغلط؟ لماذا؟ هل احنا معوقون يعني؟ مش معوقون بالعكس الهنود من اذكى الناس في الرياضيات. مناهج التعليم منهج الدراسه العبث اللي احنا فيه هذا الاستسهال والاستسخاف عدم الجديه هو هذا موضوع ثاني ملف اخر واضح ان حالتنا العلميه يرثى لها. وحالتنا الثقافيه عموما لها، حالتنا الثقافيه عموما لها، وحالتنا العلميه ايه اشد ايه مرثويه انجاز التعبير اشد ايه مرثويه انجاز التعبير فلا بد ايه ان نكون صادقين مع ضمائرنا ومع امتنا حين نتناول هذه إيه المسائل لو كنت مقتنع ساقول لكم انا مقتنع تماما ووجدت ان هذا ايه الاسلوب وهذه الطريقه ستشتغل بعون الله تعالى لم اجد شيئا من ذلك واضح انها لن تشتغل ولو خُدَّر لها ان تشتغل اشتغلت عبر ايه؟ حوالي 40 خمسين سنه لم تشتغل لم تنتج شيئا ايه؟ له قيمه حقيقيه فلماذا نظل متشبثين لابد ايه؟ ان نرى أي بديلا اخر الان وسوف نرى ماذا يمكن ايه ان يقترح طبعا فالان اريد ايه؟ ان اتكلم سريعا عن مدرسه ضياء الدين سردار المدرسه الاجماليه للاسف وجدت بعض المترجمين العرب ترجم ايه؟ الاجماليه بالجماليه ثم كتب نسبة إلى جمادي الأفغاني غير صحيح أبداً ما في أي علاقة وما هو سردار كتاباته موجودة وهو الذي ذكر لنا لذا... لماذا سماها إجمالية مكتوب في كتاباته حتى مظفر إقبال هذا الباحث الباكستاني المقيم في إيه؟ تورنتو بكندا أعتقد تورنتو ها وله أعمال كثيرة عن العلم الإسلامي ومؤتمرات وعنده كتب حررها في مجلدات ألوف الصفحات تكلم عن الاجماليه ولم يذكر هذا، المهم قال لك هو ايه اجماليه اه يعني جمال الافغان وكذا، <applause> ايش علاقة هذا؟ لا لا هو اه قصد ان يسميها ايه؟ الاجماليه اه فعلا من شيء له علاقه بالجمال باللفظ العربي، تخيل اه وربما افهم ان الاجمال له علاقه ايه بالتعميم فهذه المدرسه تقصدت ورمت الى ان تستوعب اكبر عدد ممكن من الايجابيات في النظره للعلم والتنظير للعلم حيث يكون العلم في احسن اوضاعه هذا السر تسميتها ايه؟ اجماليزم النزعه او المدرسه او المذهب الاجمالي جميل جدا كما قلت لكم التوجه الاساسي لدى السيد ضياء الدين سردار توجه عملي اجتماعي هو ينظر الى العلم لا من زاويه متافيزيقيه بقدر ما ينظر اليه من زاويه ماذا؟ اجتماعيه طبعا واقتصاديه وسياسيه زوايا عمليه. واكثر تنقيدها على العلم من هذه الزاويه ايضا. ان العلم اثر على إيه؟ الامن. اثر على الصحه. اثر على اخلاق الناس. أك اثر على البيئه وحمايه البيئه وافساد البيئه. العلم يقول لك البيئه. العلم يهدد المستقبل البشري ايضا. اشياء عامه لا يمكن الا إيه ان توافقه عليها. وكما قلت لكم قبل سردار وقبل ايه؟ الدكتور نصر مئات من المفكرين والمثقفين الكبار الغربيين هم الذين بلوروا هذه الافكار اصلا النقديه للعلم وهذا جانب ايجابي لا يمكن الا ان نباركه لكن انتبهوا الان حين يتحدث سردار ومدرسته واشياء مدرسته واتباعها خاصه في بريطانيا وفي باكستان وكذا وماليزيا ايضا عندهم تاثير وحتى نفس الشيء سيد حسين نصر عنده تاثير كبير في ماليزيا ايضا حين يتحدثون عن قيمه التوحيد قيمه الخلافه قيمه العماره قيمه العباده قيمه المصلحه احب ان اعلق بشيء كلام النظر العام حول هذه القيم جميل جدا ومقبول وطيب واعتقد لو سمعه حتى غير مسلم مبدئيا سوافق عليه لكن الذي اريد ان اشير اليه باصبع النقد حين يكون الاطار الذي تصوره لنا إطار عمل أنت للعلم وهذا هو الإطار مؤطر بقيم قال لك هذه خمسة منها أهمها رأسها حين يكون الإطار واسعا على هذا النحو تقريبا لن يشتغل تقريبا لن يشتغل وحين يكون الإطار الفريم ضيقا بقدر العمل أو أضيق تقريبا لن يعني يشتغل وإن يشتغل فشغله مجهود او جهيض ومبتور ابتر لذلك دائما اطر العمل لابد ان تكون ايه وسط بين ايه بين الواسع جدا والضيق جدا ولذلك اطار العمل انتبه لكي يشتغل ويشغل لابد ان يكون مجانسا لموضوع العمل ايش رايك لموضوع العمل مبدئيا من ناحيه فلسفيه وفكريه اعتقد ان اي مفكر غربي واي فيلسوف ايه يعني متعمق في هذه المساله سيقول لك هذه القيم تصلح ان تكون على طريقتهم اطارا للعمل ايه العمل الفيزيائي لكن ايضا بالقدر نفسه العمل الكيميائي وبالقدر نفسه العمل ايه الاحيائي والعمل الرياضيات والعمل الفلكي والع... لكل الاعمال الفكريه حتى مش العلميه لذلك ما الذي ستضيفه؟ صحيح؟ أبداً ولذلك لا يمكن أن تعينها كإطار إيه؟ لعمل الفيزيائي أوسع من هذا بكثير لكن شوف أنت الآن اختبر نفسك لو كنت إيه؟ عالماً فيزيائياً أو عالماً في الأحياء أو عالماً في الأحياء الجزيئية وتريد إطار عمل تبحث عن إطار عمل إيه حتماً سيكون إطار العمل هذا مجانساً للموضوع نفسه وهو موضوع ايه بيولوجي او موضوع فيزيائي او موضوع كيميائي من هذا الاطار حيكون من هذا ايه الفضاء مش اطار عام يتسع لكل شيء لذلك الذي يتسع لكل شيء لا يضيف اي شيء بصراحه تعرفون متى يضيف على المنابر وفي كتب التنظير وفي كتب الفلسفه مش في العلم والمسعى العلمي يعني ممكن ياتي اي منظر ويتكلم عن كلام علماء في اي حقل كان ايه؟ انجازهم يتكلم عليه بصيغه فلسفيه. سواء هذه إيه الفلسفه فلسفه دينيه لاهوتيه او حتى فلسفه ايه؟ الحاديه، ممكن عادي مسموح يمكن ذلك لكن لا يمكن ان يكون كلامه هذا اطارا لعمل فيزيائي او كيميائي يشتغل، لا يشتغل. فهمتوا علي؟ هو هذا لذلك احنا لابد ان ننقد فلسفيا وبدقه لماذا تفشل هذه النماذج إيه؟ والمدارس؟ تفشل لأنها واسعة جدا. واسعة جدا تماما. شوف بالله عليك نطبق على أشياء أبسط من هيك. الآن ليه؟ شوف إيش الفرق بين طبيب نفسي مختص واضح إنه بيشتغل وأن مناهجه فيها كثير من الخير. صحيح؟ وبين واحد واعظ وعامل نفسه إيش؟ بيشتغل شغل الطبيب وأحسن منه. تعال شوف كلام الواعظ بتلاقيه أطر واسعة. عليك أن تتقي الله. وأن تكون دائما إيه منتظرا إيه للفرج وخير العبادة انتظار الفرج وعليك أن توقن بأن ما تأخر عنك لعله خير لك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن النصوص كلها صحيحة ومئة في المئة وبتشتغل مع الإيه المصاب بمرض نفسي ومع الصحيح نفسانيا كمان صحيح بس بصراحة لا تفيد في هاي الحالة الخاصة الشخص الأمامي عنده حالة خاصة دقيقة جداً أنت كواعظ أصلا لا دراية بها ولا تعرف ما هي، ما عندكش تصور لماهية هذه الحالة. مين عنده تصور لماهية؟ الطبيب النفسي. والطبيب النفسي حتما لا ينطلق إيش؟ من أنها إيه؟ حالة من الاضطراب العقلي. هذا لا يكفي. قد يشخص إيه؟ الحالة بأنها اضطراب عقلي واحد مش مختص. وهذا لن يقدم شيئا. الطبيب النفسي يعرف بالضبط هذه الحالة إيه؟ تحت أي فئة. من فئات عديدة للاضطرابات ويبدأ يتنزل ويبدأ مباشرة أي من هذا التقسيم الفئوي لا يبدأ من أي الإطار الأعم اللي هو يخضع كما قلنا إيش حتى الخطاب الوعظي إنك أنت في حالة غير سوية أنت تعاني من القلق تعاني من تشد الشخصية كلام عام هذا انشائي يا رجل هذا يكتبه الأديب والوعظ الديني لا يفيد أي شيء نفس الشيء لو استعنت بواعظ أو رجل غير مختص في قضية تربية أولادك أو معاملة إيه؟ أولادك. والله لن تخرج بأي شيء. بعضهم أولادهم من أسوأ الناس تربية. ويلتوون على آبائهم اللي هم المشايخ والوعاظ، بل بعضهم يخرج به الأمر إلى حد الإلحاد والتجديف على الدين كله. طيب يلا يا سيدي، بما أنه نماذجك الواسعة هذه في تربية النفوس والدلالة على الله بتشتغل، شغلها على أولادك ما بتشتغل. ما بتشتغل. أه؟ بخلاف عمل إيش؟ المحلل النفسي والطبيب النفسي والمختص بالتربيه لا عنده نماذج اكثر تواضعا لذلك العلم متواضع العلم متواضع والعلم يا اخواني اه تخصصي تخصص على فكره ايه بدرجه من ايه من التقسيم والتخصص مرهقه بالنسبه لكم ايش رايك يعني حتى الفيزياء اي فيزياء محترم تقولوا الفيزياء يعني تقريبا يقول لك انا لا اكاد افهم شيء شو الفيزياء؟ حدثني بالضبط عن ماذا بالضبط؟ وكذلك عالم الاحياء المختص المحترم كذلك الذي اخذ شهاده دكتوراه في الجهاز التناسلي للبرغوث البرغوث فلو جهاز تناسلي ايش؟ قسما بالله شيء لو لم يكن حقيقه لما صدقت دكتوراه في الجهاز التناسلي للبرغوث فلو هذا شو هذا؟ تخصص العلم هيك لذلك يشتغل المجتمع البشري حين تخصص سموه الليبر اه ليبر ديفيجن تقسيم العمل بدا يشتغل اي مشكله إلا متعل... لم لم تعمل لها ايه؟ هذا الديفيجن او التقسيم ما بتحلها هو هذا الاسلاميون عموما ما شاء الله يشتغلون ايش؟ على العطر الواسعه قال لك التوحيد ما شاء الله العباده الخلافه العماره المصلحه اللا اختزالية النزعة الإنسانية هكذا هكذا الرحيمة شو هذا؟ إيش هذا؟ هذا كلام كبير كبير ولا يقول شيئا في الأخير ويصلح لكل شيء ويصلح في كل محفل ومع كل تخصص ومع كل ثقافة مش هيك يا جماعة الله يخليكم هلكتونا إيش ترقتكم في التفكير هذه؟ كلك هو لذلك إيه؟ لا يمكن أن يضيفوا شيئا لا يمكن أن يضيفوا شيئا طبعا حتقول لي انا الحين صرت محتار طب لو بدنا نضيف يعني محرم علينا نضيف؟ لا مش محرم لا عليك ولا على الصين ولا الهند الكل يكون نضيف طب احنا كمسلمين بالذات لو بدنا نستثمر تراثنا الاسلامي، قراننا، سنه نبينا، وتراثنا الحضاري وين ممكن نتجه؟ حنشوف هحاول ان اقترح اشياء ونشوف كيف حنشوف ما ازعمش انه عندي ايه يعني صوره مكتمله ولا حتى قريبه من ايه؟ من ذلك، لكن نشوف مقترحات عصف فكري هيك فهذه إيه؟ الاجماليه كما قلنا او ايه؟ اجماليزم وهذه مبتنياتها وذكرت لكم ايه؟ اهم ايه؟ اعمدتها وحددها بعشره كلها واسعه وواسعه جدا لا تكاد تشتغل بالله عليك كيف يمكن لرجل اه ببحث في موضوع التعالق اللي السنه هذه أخذ عليه ثلاثه ايش؟ نوبل في الفيزياء اه انتنجلمنت فيرشتينكونغ بالالمانيه ببحثوا في الفيرشتينكونغ كيف ممكن يستفيد من مبدا التوحيد؟ أو مبدأ العبادة، أو مبدأ الخلافة، أو مبدأ العمارة، أو مبدأ المصلحة، أو مبدأ الإنسانية، كيف يعني؟ يا تفضل، شغل لي، ورجيني. ما بيشتغل. كله ما بيشتغل. العلم غا، العلم متواضع وقال لك: أنا لا أخلط الحابل بالنابل، ولا أخلط الغيب بالشهادة. وأنا واضح، وعلى فكرة المبدأ الطبيعاني، ناتشراليزم لم يؤسسه الغربيون وهنا و... هنا الصدمه ما احنا تخشعر ابداننا وقلت اخواننا التوانسه نتقنفذ حلو التعبير تبعهم هذا آه. سيزر القنفذ لما نسمع ايه طبيعه وطبيعاني ومعناها إلحادي كفري لا مش بالضروره مش بالضروره بالبر طبيعه مالها طبيعه ك... طبيعه كافر يعني وفهمه كافر لا المبدا الطبيعاني لعل اول من اشار اليه البيروني رحمه الله عليه في حوار له مع ابن سينا هتقول لهم طبعا كانوا متعاصرين والبيروني اكبر سنا من ابن سينا التقى به في في بلاط احد ايه الملوك هذه الاهاجم قبل ان يهرب من سينا التقى بالبيروني صار حوار بينهم البيروني اعرب عن قناعته بالمبدا الطبيعاني شو المبدا الطبيعاني؟ انه لفحص وتقصي وتفسير الظاهره الطبيعيه لابد انك انت ايه؟ تشتغل وتقتنع وتخلي ايه مرمى بصرك كيانات طبيعيه ما تدخلش كيانات روحيه ونفسانيه ورمزيه وغيبيه ما هتقولي والله شوف ان الى ربك المنتهى اذا بدك تفسر بالله كل شيء مفسر وخلاص ولا بدنا علم ولا فلسفه ولا اي حاجه مين خلق الله؟ مين عمل الله؟ ليش صار هيك الله بده وانتهينا وهذا كلام صحيح بس هو صحيح إلى الدرجة الواسعة جدا 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 التي لا يكاد يطيف معها أي شيء صحيح؟ لأنه وهو صحيح بالقطع صحيح بالقطع الله أنزل المطر صح؟ الله يكون الماء بس كيف كونه؟ اه بدنا نلف وزيعة <applause> كيف كونه؟ وايش هالمولكيول هذا؟ الله ما قال لذلك سيدنا ابراهيم يمكن يكون من مؤسسي الطبيعانيه قال له اريني كيف تحيي الموتى؟ لذلك سؤال العلم ايش بسموه؟ بسموه الاوبجيكتيف واي ولا هاو؟ هاو مش واي مش لماذا؟ سيبك من لماذا؟ اوبجيكتيف ايه؟ ايه؟ هاو كويسشن سؤال ايه؟ كيف الموضوعي؟ مين ساله هذا؟ ابراهيم أرني كيف تحيي الموتى سؤال علمي هذا طبيعاني طبيعاني مين خلق الماء؟ الله الماء مركب؟ آه معظم إيه؟ الظن أنه مركب هيك حنقول ليش؟ لأنه سيد أرسطو وأوروبا والعالم الإسلامي إلى القرن الثامن عشر كانوا يعتقدون أن الماء بسيط هتقول طبعاً آه هم كانوا يفكروا أن العناصر كلها أربعة <تص> شوف شوف الجدول الدوري يوم كم عنصر ها الطبيعي تخيل قال لك أربعة التراب والماء النار والهواء والسلام عليكم قال لك العناصر أربعة أربعة إيش وبعدين طلع التراب له عنصر ولا المي إيه عنصر مركب مركبات هذه حبيبي المي إيه من هيدروجين من عنصرين ومن أكسجين مركب طلعت فحتقول آه والله أغلب الظن طبعا أنت عايش في الكتب الحمراء والصفراء القديمة اغلب الظن انه مركب سمعت هيك تقريبا ايه كيف مركب طب من ركبه الله لماذا ركبه لمصلحه العباد حلو سؤال غائي واي هذا سؤال غائي واي كويسشن ما عندنا مشكله كيف ركبه كيف هو مركب الماء هذا سؤال ابراهيم اريني كيف تحيي العلم العلم معناها شوف هيو داخل في الدين ما أطلب معناها مش ضد الدين هو ولا الدين يمنعك ان تطرح اي اسئله ايش اسئله الكيف الموضوعيه قال لك اطرحها الدين قال لك ما عندي مشكله طب لما تطرحها انت ايه حتتخصى بها ايش؟ حتتخصى بها الطريقه التي شاء الله ان يفعل بها الاشياء لا شيء جميل صح ولا لا؟ ليش؟ الله يرحم اينشتاين كان يقول انا كل قضيتي ومين اللي صار في اثار اينشتاين؟ ستيفن هوكينج يا ريت مات على الامام مسكين قال لك انا كل هدفي هدف اينشتاين وهدف اينشتاين ايش هو؟ قال لك أنا كل مسعي العلمي أريد أن أنفذ إلى عقل الرب. بدي أشوفه لما خلق وعمل كيف خلق؟ كيف كيف كيف؟ أنا عندي اعتقاد يكون هو عمل، أيوه، بس كيف؟ حلو، هذا العلم. له العلم بهذا المعنى؟ ما في أي مشكلة والله. شيء جميل جدا. ولذلك بدأ من إبراهيم الخليل أبي الأنبياء. المذهب الطبيعاني، أهلا وسهلا به، ما عندنا مشكلة معه. ومروراً بالبيروني مع ابن سينا. وأكثر من أبي الريحان البيروني ابن رشد أبو الوليد ابن إيه؟ ابن محمد ابن رشد، محمد ابن رشد رحمة الله عليه الحفيد مش الجد طبعاً الفقيه عنده كلام واضح جداً في المذهب الطبيعي يعني وإلا لم يسمي بهذا الإسم هو قال لك هو هيك ولذلك عنده إيه؟ ميزة عجيبة ابن رشد لما نشوف التأويلية تاعت ابن رشد وتأويلية الغزالي، الغزالي عنده تأويلية برضه تلميناتكس خاص بالغزالي آه وتأويلية خاصة ابن رشد الغزالي قال لك لما حقائق الطبيعه حقائق العلم الطبيعي كل سمو علم كله فلسفه لما هذه الحقائق تتعارض مع الدين طبعا كان هو من الذكاء واللوذعيه انه يفهم انه لا يمكن كمؤمن طبعا لاهوتي مؤمن لا يمكن لحقيقه طبيعيه ان تتعارض مع إيه؟ مع الدين في نفسه. هتعرض مع إيش طيب؟ مع فهمنا نحن للدين. مع تأويلنا نحن للدين. بالله عليك بالله إيه عليك لو انت جعلت كل منطلقاتك دينيه تقول انا بدي منطلقات دينيه هذه المنطلقات هل تظن انت على فكره يزعجني في كلام سيد حسين نصر واخرين برضه بس ما مش مدارس لما بيتكلموا عن ايه انه العلم نسبي والدين مطلق دي مطلق باي معنى الله يخليك الله يخليك اغتصاب كلمه مطلق هذه هيك يو. واللعب عليها وركوب متنها شيء مضر جدا 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 المطلق موجود؟ موجود طبعا بلا شك موجود بس مش عندنا نحن لا نتسع الا للنسبي انسى القران في ذاته مطلق هو مطلق في ذاته اما قراني انا نسبي قرانك انت نسبي لانك تنام القران بقدر فهمك وتاويلك له وهذا نسبي انتهينا خلاص مجرد ان يتعامل النسبي مع المطلق مباشره نكون تخلى في ساحه إيه النسبيه فما تتكلميش عن المطلق والمطلق، شو مطلق ايه الله خليك؟ فإذا بدأ أنطلق أنا من منطلقات ايه؟ دينية، وبين قوسين اصحى تسميها مطلقة. تكذب على الحقائق. دائما تبقى نسبية. بالله عليك، حدود الفهم الديني مفتوحة أو ومغلقة. هتقولي مفتوحة، طبعا مفتوحة. مفتوحة اليوم وإلى أن الله الأرض من عليها. صحيح؟ أحد الأسباب والمتكئات التي تبسطها وتفتحها العلم الطبيعي، ايش رايك؟ احد احد الاسباب. الان احنا ايه؟ تاويلنا لبعض الايات الطبيعيه والكونيه بالله عليك. الم يعمق؟ الم ينبسط ويمتد؟ الم يدق ويلطف ويصبح دقيق في دقه غير طبيعيه؟ بالقياس الى فهم اسلافنا الكبار حتقول لي اه اقول لك الفضل بعد الله لمن؟ حتقول لي العلم. العلم. العلم اليوم اعطاك صوره عن الطبيعه والكون كذا شيء مذهل مخيف، صحيح؟ العلم يفعل هذا. اما اذا انا شئت ان اقيد نفسي ابتداء بمبادئ لاهوتيه وفهوم لاهوتيه معينه للنص الديني، انا اقول لك قد يكون كل ما يعطيه هذا ان يعوق حركتك. للاسف الشديد. بحيث انه يشل خيالك. والعلوم اليوم يا اخوي وخاصه العلوم الفيزيائيه هذا وكذا وحتى والكونيه لا اله الا الله تحتاج الى قدر كبير من الخيال المجنون انا اسميه هيك المجنون مش المحلق المجنون بدك خيال مجنون وللاسف هذا الخيال المجنون بيشتغل كثير وبنجح فقط ولذلك قيل الفرق بين الموهوب او المبدع والعبقري ان المبدع الموهوب يستطيع ان ينجز وان يعمل ما لا يعمله غيره صح أما العبقري فيستطيع أن يرى ما لم يره غيره هذا من ألطف وأدق التفريقات بين المبدع وبين العبقري والعباقرة قلة قليلة في مدى تاريخ البشر على أصابع إيه؟ اليدين ربما يعني بضع مرات وخلاص قلة قليلة اليوم هذه طبعا كلمة مجانية العبقري والعبقري ولا علاقة بالعبقرية العباقرة قلة يتركون العالم بعدهم غير ما كان قبله هذول قلة تاريخ البشرية كلها لانه يرى على فكره هذا التعريف مش الي هذا لارثر شوبنهاور وهو تعريف جميل جدا جدا المبدع يستطيع ان ينجز وان يعمل ما لم ايه يعمله غيره اما العبقري فيستطيع ان يرى ما لم يره غيره لاول مره راى ذلك لا اله الا الله لذلك لما ايه عمل توماس هاكسلي عمل ريفيو للاورجن تبع داون لاول مره وشاف ايش الفكره تاع داروين خبط راسه قال ويحي كيف لم اعرف ذلك؟ كيف لم اره قال؟ الفكره بسيطه ورهيبه ما شفتهاش كيف انا؟ ما شفتهاش هو شافها لانه يعني عبقري انت ما شفتها بعد ما شوفك اياها صارت سهله سهلة، هي بعد إيه. ما شوفك اياها قبل ما يشوفك اياها ولا واحد شافها زي ما شافها هو صح ولا لا؟ إيه؟ اسطوره التفاحه تاعت نيوتن على الارجح غير دقيقه وغير صحيحه ما حصل الكلام هذا ومحلاه نيوتن أكبر فيزيائي في, في تاريخ البشرية، إنه يا حرام استيقظوا على الجاذبية من تفاحة، لا لا لا. من قبل شغال عليها ومن بعد هيك كذا، ولكن يعني أسطورة لها دلالتها. فإن فإن مشينا هذه الأسطورة، كم وكم من الناس قبل وبعد إيه؟ نيوتن رأوا تفاحًا إيه؟ ورأوا شهبًا ونيازك ورأوا صواريخ تنزل وتفجر، آه؟ ولم يهتدوا إيه؟ كما اهتدى نيوتن الى الجاذبيه وقوانينها وكذا لانه عبقري احنا مش عباقره احنا غلابه واضح؟ فنرجع نقول فبدكم تنتبهوا للناحيه هذه الحين صرنا سجلنا اكثر من نقطه على هذه المدارس كلها كوليكتيف هيك في نقد اجمالي إلى بخوف اول شيء طريق ملكيه معبده ربما على الارجح نحو الشموليه تبدا بالرقابه قال بدك تروح تقدم بحثك الكيمياء والفيزياء والبيولوجي والكذا لمين؟ لشيخ. يا حبيبي مش مستعد. مش مستعد ولن افعلها. لن اقدم بحث العلم المحترم لواحد جاهل مع احترامي لعلمه الديني. بعترف له به ما عنديش مشكله بس بصراحه هو جاهل في هذه العلوم ولا يعرف فيها كوعه من بوعه. ما شفنا في الباكستان مررونا زاويه الله مرروا كفر صح؟ يعني حتى ديني المفروض ايه؟ لا يمررون، مرّروا كل الهبل اللي سمعتوه هذا صح ولا لا؟ لجنة علمية مش واحد واثنين علماء كلهم دكاترة في الشريعة لا حال. لكن هم طبعا ايه مغتبطون <applause> هم مغتبطون بأن ايه لهم سلطة التفتيش ما تفتيش والله شبه تفتيش هو هذا صح ولا ما أنت تبدأ بالرقابة وبعدين تنتهي ماذا؟ بالتفتيش هات شوف ايش عندك شوف ايش عنده هذا ايش بيكتب هذا؟ ايش بنشر هذا؟ مزبوط؟ لليوم احنا عندنا لجان تفتيش على فكرة في مصر مثلا أي كتاب ديني لا ينشر لا يسمح بنشره الا ايش؟ بعد ما ياخذ موافقه الازهر ومجلس البحوث ومش عارف ايه كذا لليوم عجيب شغله ما هو هيك شيء عجيب يا اخي وين عايشين نحن؟ كيف نتقدم يا رجل المهم ما علينا فتبدا بالرقابه التفتيش بعدين تصير في المحاسبه تصير في المعاقبه هكذا تشل حركه الفكر والعلم وعيد مين قال؟ علماء الدين لانه شفت انت انتبه للنقد على فكره ركز معي العالم الطبيعي كعالم طبيعي ما عندوش اهليه انه ايه؟ يعطي سمه المرور الدينيه لبحثه، صح؟ حنضطر رغما عنا ايش نعمل؟ نستعين برجال الدين، رجال الدين ما عندهمش ايه؟ امعان في العلوم الطبيعيه مش متخصصين، اه؟ فسنضطر ان نعطيهم فكره اجماليه على قدر ما تتسع اذهانهم للافكار العلميه المعقده والدقيقه واللي مرات عندها بنيه رياضيه في منتهى التعقيد، في حياتهم حيفهمها. لانه ما بيعرف الرياضيات كيف حنفهمه؟ مش حيفهمها وانا ذكرت لكم في المحاضرات السابقه ان من سمات العلم عكس ما ظن الفرد نوت هيد وعكس ما ظن إيه, إيه توماس هنري هاكسلي وعكس ما ظن حتى البرت اينشتاين ايش ايش رايك؟ حتى اينشتاين عنده عباره يا ريته ما قالها لانه ورد فيها قال ما العلم الا التفكير اليومي المصقول مش صحيح هذا كله يمتح من نفس المعين ان العلم ايش؟ بداهي. كومن سنس غير صحيح. على الاقل 90 في المئة من العلم ضد البداهه. العلم ضد البداهه. يا رجل العلم تعرفوا مونتي هول؟ برنامج الامريكي كذا تبع زمان المونتي هول هذا. وباختصار صار في عندك ايه؟ مونتي هول بروبلم. مشكله مونتي هول. في الرياضيات. خلينا نحكي قبل بالعجله هذه. وأفرجيكم ليش؟ عشان تفهم انا وين ذهب. باختصار مشكله مونتي هول في الرياضيات بقول لك انه عندك انت كمتسابق ثلاثه ابواب خلف باب منها سياره مئة ألف دولار ربما حتكون من نصيبك لو الله ايه يعني اسعدك وخلف البابين الاخرين عنزتان الله يخرب بيت العنز يعني مش خروفين كمان يلا يعني عنزتان قال لك سوي <applause> طيب قال لك انت الان مطلوب منك ايه تحذر اه وين السيارة؟ حتقول لي يعني والله حلوة اللعبة هذه، لأنه 33% حفوز، صح ولا صح؟ واحد من ثلاثة عندي احتمال 33% أفوز لحد الآن الموضوع عادي موضوع عادي هذا كومن تقريبا هذا عادي حس مشترك هذا منطق سليم بسموه قال لك جميل الآن طبعا أنت إيش؟ حتختار مش حنفتح الباب حتقول اخترت الباب الوسط خليه مسكر سيأتي إيه؟ مدير البرنامج يختار بابا اخر ومش يفتحه حيختار بابا اخر ايه ومش حيفتحه. واضح مم. انت الان امامك خيار اتضلك على ايه اللي انت فيه او ايش او تغير فهو اختاره وما فتحوش هو اختاره ايه ما فتحوش طبعا السؤال هل مدير البرنامج يعرفون السياره بعرف اللوز بقول لك بعرفون السيارة طب ممكن اختار باب السيارة طبعا عشان يضيعوا طيب عليك ممكن اختار باب العنزة للأسف هنا كبار علماء الرياضيات في أمريكا ها قال لك لا خليك على اختيارك خليك ايه على اختيارك أجى عالم رياضيات لوذعي أيامها من هذول المجانين قال له لا هو لما يختار أي باب انت غير قول انا بدي الباب الثاني تحت كل الظروف حترتفع حظوظ نجاحك ها الى الثلثين مش الثلث لا اله الا الله كيف؟ اجوا علماء رياضيات كبار قالوا لا غلط كلامك مش صحيح راحوا بعدين دراسات معقده جدا وسيموليشن وكمبيوتر طلع كلامه صحيح لا اله الا الله مش هشرح لكم عاد لانه بدها شرح طويل الان ممكن تلاقوها في النت اكتب ايه مونتي هول بروبلم القصة هذا مثال برضو جديد على إيش؟ على أن العلم يعمل ضد البداهة طبعا أكبر أمثلة أنت في عندك حق الأمثلة لا أول لها من آخر فيزياء الكم كل فيزياء الكم العلم ضد البداهة حتى نسبة أينشتاين ضد البداهة صح ولا فلماذا أقول هذا؟ بقول هذا لأنه إذا أنت جعلت منطلقك مبادئ لاهوتية ومبادئ تأويلية دينية في العمل العلمي حتماً هذه المبادئ اللاهوتية الدينية المعتقدية مبادئ راشنال صحيح وتعمل في ظل ايش الفكر العقلاني والمنطق السليم صحيح ستقيدك اخر ما يحتاج اليه العالم المجنون الله يجعلنا علماء مجانين عشان نقدر نبدع هو مثل هذه المبادئ ايش رايك انت فهمتوا عليه كيف وهذا كمان نقد لم اسبق اليه ومهم جدا جدا ويعرفه من يعرف طبيعه العمل العلمي والعمل برضه ايه الفكري عموما مش من مصلحتنا ولذلك على فكره ايش من بعد التخوف من التقصي العلمي؟ انت من ايش؟ هل تظن ان التقصي العلمي لاي لأ ظاهر طبيعيه او حيويه او كونيه او حتى كذا او حتى رياضيه؟ شوف حتى الرياضيات حدثتكم مره اكثر من مره انا عن مبرهنه جودل النمساوي جودل لعدم الاكتمال هذه المبرهنه ثيوري يعني اه مش ثيوري هذه المبرهنه في الاخير انا بقول لك تخدم مبادئ دينيه برضه ايش رايك؟ مع انها طبعا ايه؟ ضد نظريه كل شيء. اذا اخذنا مبرهنه جودل لعدم الاكتمال باي باي نظريه ايفري عمرك ما حتصل لها. فاللي انت خايف من ايش كمسلم؟ بدك تقيدنا من ايش؟ هو هذا باحث ايا كان مسلما او غير مسلم، ملحدا او يبحث في طبيعه الله، في كون الله. اي تقص في هذه الطبيعه، في هذا الكون لن يسفر عن شيء يهدد ايماننا، صحيح؟ كل ما سيسفر عنه، تعرف ما هو؟ جواب سؤال كيف كيف فعلها الله اللي كان ايش مخمخ في عقل اينشتاين واللي دغدغ خيال مين ستيفن هوكينج كان حابب يعرف كيف الله يفعل كيف خلقها عارفينه خلقها بس كيف هذا العلم ما عنديش اي شيء بخوفنا منه وساعطيه انا ايه فيزا او سمة دخول مفتوحه وممنوع يرجع لي يرجع لي ليش حتقول مش هنا المشكله يا عدنان خليك واقعي مشكلة أنه لما هذا العالم بصل لنتائج تتعارض مع الدين بقول لك انتبه انتبه أه؟ اليوم على فكرة صعب تتكلم عن عالم تكلم اليوم عن علم بصراحة أنت فهمت علي؟ اليوم تتكلم عن علم مش عن عالم لأنه اليوم العلم تقريبا مؤسسة انترناشونال تعرف مرجعة الأقران اه والمجتمع العلمي كله يلقي بثقله أول ما يأتي واحد بفرضية جديدة، نظرية جديدة، طرح جديد، الكل بينزل مباشرةً. وطبعاً إيه؟ بالطريقة البوبيرية بكون هدفهم إيش؟ إثبات إيه؟ إنها غلط. على قدر ما تصبر وتثبت إنها مش غلط بتضلها صحيحة وأهلاً وسهلاً بها. لو ثبت إنها إيه غلط، طب كيف؟ أول إثبات إنها غلط يعني مش علمية إنها تكون غير قابلة للتفنيد. ما أقولها مش علمية. حتى لو كانت صحيحة. أما إذا فندت وطلعت غلط فهي علمية وهي غلط إيش رأيك؟ في ناس مش فاهمين الشغلة هذه يعني الشيء ممكن يكون علمي نعم الشيء ممكن يكون عنده إيه سمة علمي وثبت أنه غلط وحنستبعده مش معناه أنه علمي يعني إيش نستبقيه لا هو علمي طب كيف علمي؟ علمي معياريا منهجيا لأنه قابل للتكذيب وقد كذبته التجربة إذا إطلع برا هذا علمي بحترمه إيه لأنه علمي أنت فهمت على مثل واحد عنده القدرة يجتهد يجتهد فيخطئ يقول له أخطأت ولك أجر الدين حتى قالها بس ممنوع واحد ما عندوش أهلية الاجتهاد من أصله أنه يجي يجتهد عارف ليش؟ ما عندناش ثقة أنه إيش؟ سيمشي في الخطوات المطلوبة في الاجتهاد صح ولا لا؟ حيهبل علينا في النحو والصرف والأصول يقول لك أنا مجتهد وكذا وحيخربط الدنيا كلها ممنوع ممنوع هذه أهلية إيش؟ الطرح العلمي في الأصل ان يكون قابلا للتفنيد ومش كل طرح علمي قابل للتفنيد على فكره هذا معيار مش مطلق اه حلو جدا فنرجع مره اخرى عشان إيه اكثف نقدي هذا بدي اياه يكون إيه واضح بدي نقود هذا يكون واضح تماما انا اخذ كذا وكذا وكذا ونشوف بعدين مقترحات ايش ممكن نقترح اني انا ما عندي اي مبرر للتوجس والتخوف من اي تقص علمي هتقولي لا تقع اخطاء انا بقول لك هذه مش اخطاء علماء اخطاء العلم لأن المجتمع العلمي كله بده يبدأ يشتغل عليها إذا المجتمع العلمي حصل فيه إيش نوع من الإجماع أو نوع من الاتفاق يعني نوع من الاتفاق على إيه صحة هذا الطرح صحة هذه النظرية هنا اختلف الحمد لله ما كملناش الجملة جبناها الآن اختلف ابن رشد عن الغزالي لما قلت هذا عنده تأويلية هذا عنده تأويلية وما كملتش الجملة للأسف الشديد طريقة اللعينة هذه في الاستقصاء في الاستطراد الإمام الغزالي قال لك إذا في خلاف بين حقائق طبيعية أو كونية وبين إيه الدين فطبعا حتما مش هيكون مع الدين نفسه وإنما مع الفهم جميل ويدرك هذا تماما لكن للأسف الشديد قال لك هنا لابد على العلم أن يراجع نفسه إحنا ما بنتفق مع الخطة هذه هذه خطة غير دقيقة والعلم أيام الغزالي ما كانش مستبحر كالعلم الحديث يا حبيبي ولا أنجز واحد على مئة ألف مما أنجزه العلم إيه الحديث اليوم العلم اليوم سلطة سلطة غير عادية لا يستهان بها بالمرة وعلى فكرة زي ما قلت لك إياك تخوض معها معركة إيه تكسير رؤوس ها وأنت واثق على أرجح أنك ستخسر انتبه ممكن تضيف أشياء أخرى لابد أن تشتغل بذكاء وبمصداقية عشان ما تخسر أما أبو الوليد ابن رشد رحمة الله عليه لذلك قلت لكم هو أقرب إلى المنهج الطبيعاني من المؤسسين الأوائل إيه؟ له قال لك إذا وقع الخلاف بين هذا وهذا فعلى علماء الدين أن يعيدوا تأويل النص مجددا. يا سلام، ما يعني عنده مبدأ هو تأويل هنا، مبدأ خطير. ايش المبدأ الخطير هذا؟ إنه تأويل الظاهر الطبيعية المادية أصعب بكثير من تأويل النص، مين أسهل؟ تأويل النص. ليه؟ لأنه إيه؟ مجرد فهم. وغير قابل للاختبار هذا كلام يعني بدي فلسف كلام ابن رشد تعرف وين يختبر تاويلك للنص بقياس هذا التاويل على موضوعه الخارجي وهو الظاهر الطبيعي فالظاهر الطبيعي تضع تناقض تاويلك مع تأويلك غلط باي باي تاويلك غلط تخلى عن تاويلك جي. كلام جي. مئة في المئة انا مع ابن رشد هنا انت فهمتوا علي حتقول لي يا عدنان بالمثال يضح المقال انا المثال بدي اجيبه اكثر مثال متفجر واكثر مثال ايه؟ حساس وحرج مثال التطور العضوي للانسان مش حتى الكائنات الحيه، للانسان ان نحن تطورنا من اجناس ادنى منا. طبعا الموقف الدين العام عند معظم العلماء والمشايخ انه كلام فارغ وما فيش تطور مش حنناقشه الان؟ اه؟ والموقف العلمي شبه الاجماعي، شبه الاجماعي بنسبه ساحقه مخيفه أن التطور حاصل حاصل وأدلته صعب إبطالها وطبعا ما في نظرية مكتملة من جميع الجهات إلا تلاقي لكن مش معناها إيه إذا سجلت عليها بعض المؤاخذات بعض التراجع بعض العجز عن تفسير إنه النظرية باطلة كل نظر كل سعي بشري هيك كل سعي بشري غير مكتمل ما في ولكن نسبة نجاحها نسبة إيه مردودية التفسيرية عالية جدا 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 وقد نجحت وزي ما قلنا هي البارادايم هل يمكن تفسير النص بسهولة؟ يمكن بفضل الله تبارك وتعالى تفسير النصوص القرآنية في هذا الباب بسهولة والعجيب كما قلت ألف مرة قبل ذلك، الشيء الصادم في هذا الباب أن النصوص لو أولت حتى قبل دارون بطريقة منفتحة وبطريقة موضوعية جمعت كل النصوص كذا أنا أزعم أنها كانت كفيلة بإلهام من سيؤولها نظرية التطور. إيش رأيك؟ لهذه الدرجة. فمعناها مسألة مش مستحيلة. بالمرة مش مستحيلة. لكن تجد هذه يعني مواقف الجمود والأسرار والتحجر تحكي في باطنها تصورا ساذجا لصفات الله أو بعض صفات الله. يعني هؤلاء الخلقويون هذول يظنون أن الله يخلق على نحو ما يخلق البشر. بيجيب طين فعلا ويشكلها بيديه هيك فيها بتصير بشر زي ما عيسى سوى ايش؟ في الطين لا يا حبيبي الله لا يفعل على هذا النحو والادله على انه لا يفعل هذا النحو تزحم الكون ايش رايك؟ والله العظيم بدءا من خلق حتى الجنين في رحم امه لا يخلق بهذه الطريقه إيه الساذجه البسيطه بخطوه واحده one يعني ها بروسيس ابدا انما بطريقه ممتده تناسخية تناسخية حتى على المستوى الجيني جينيتيكلي يعني تناسخية وهنا بيجي ايه علم الجينات ايه الجنيب ابيجينيتكس لا اله الا الله شيء لا يكاد يصدق واليه الاشارة بقوله يخلقكم في بطون امهاتكم ها؟ خلقا من بعد خلق لا اله الا الله في ظلمات ثلاث هذا القرآن هذا عالم القرآن الكريم فالله يخليك احنا مش ملزوزين ولا مضطرين ان نتابعك على جمودك وضيق خيالك وضيق وعيك وزعمك انه هذا مخالف للنصوص ومخالف للقواطع، قواطع ماذا يا رجل؟ قواطع ماذا؟ تقطع ايه؟ بقطعية ما ليس بقطع اصلا هو قطعي قابل للتأويل فنحن هنا مع إيه؟ مع تأويلية إذن ايه؟ بالرشد نحن المدعوون ان نعيد النظر ايه؟ في تأويل النص مرة ثانية التبرير الفلسفي ليش؟ أنا بحاول أفهم ابن رشد. قفوا معه جيدا. لأنه رأى وإن كان رأى هذا فهو حادق ومصيب إن شاء الله. أن تأويل الظاهرة الطبيعية أصعب من تأويل النص، ظاهرة طبيعية. واضحة أدلتها. أحيانا تكون شبه ملموسة الأدلة، شبه ملموسة. هتقول لي حتى في التطور، حتى في التطور. مش نقول؟ موضوع ثاني ما بدناش ندخل في شغلات علمية. لو بدك دليل واحد فقط هل معقول انه دارون يكون فهم وشيعه كل من اتى بعده ان احنا والجريت ابس القرده العليا ورانجوتان والغوريلاز والشمبانزي هذه اه انه احنا والشمبات هذه او الشنابز بسموها شمبات او شنابز شمبانزز اه والورانجوتان والغوريلات يجينا كلنا من سلف مشترك وان كومن وان سنجل كومن انسيستر من سلف مشترك وانه اول فرع تفرع من حوالي 15 مليون سنه الاورانجوتان من حوالي 10 مليون الغوريلات من حوالي 6 7 مليون الشمبانزي وبعدين جاء الانسان معقول يا جماعه ان علماء الاحياء الجزيئيه يلاقوا طفره عطب معين في اللوكوس بسموه اللوكوس الموضوع الجيني موقع جيني في لوكوس معين والجمع هلوسي اه في لوكس جيني معين في كروموزوم معين وما يلاقوش هذا العطب عند الغوريلا يلاقوه في الشمبانزي في نفس المكان لانه اخر واحد كزن إلا قريب كم مين الشمبانزي هذا مش هذا مش مش عبث هذه اشياء عند العلماء تعتبر أش... اشبه بالقطعيات انه في دليل ملموس ويتفق هذا الدليل مع كلام ايه داروين انه ابعد واحد اورانغوتان عنا ثم الغوريلا والأخرب الشمبانزي معناها هذا العطب الجيني او الطفره وين حصلت؟ في الكومنس ايه انسيستر الا ولا الشمبات الجذع اللي طلع منه الشمبانزي والانسان هو هذا اللي طلع فيه اللي وقع فيه عطب هذا فاورثه لاولاده يعني ايش لا يكاد يصدق يا اخي هذا دليل من مئات الادله لسه فالعلم يشتغل بطريقه ثانيه والعلم ما عندوش يعني واحنا المسلمين عندنا عندنا مشكله مع نظريه المؤامره عندنا مشكله مع نظريات المؤامره العالم كله بتامر علينا اقسم بالله ايش عجيب يا اخي الشرق والغرب وطول حياتنا مؤامرة احنا مساكين متضخمين كثير احنا في الايه في نظريه المؤامره هذه متضخمين كثير, كثير 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 مش هيك يا رجل والعلم كمان مؤامرة علينا يعني على القران وكذا وعلى الايمان وعلى... انسى الكلام الفارغ تبعك ما علينا منه فنرجع إذن هذا النقد إيه مهم أن نسجله تماما ونفهم أه مع نقد إنه إيه زي ما قلنا الانطلاق من مسبقات دينية وكذا كذا يقيد الخيال بيخليك إيه عالما في حدود معيارية عادية عمرك ما حتضيف أشياء حقيقية حتظلك ضعيفا يعني يقمع عبقريتك دون أن تدري وخاصة عارف إيه اللي قمعك مش الدين فهمك وفهم أسلافك للدين أنت فهمت علي؟ عمر القرآن ما يقمعك عمره بالعكس القرآن ما اعتقدش في كتاب على وجه الأرض كتاب ديني حث على الذهاب إلى الكون معانقة الكون الانفتاح على الكون النظر في الكون تدبر الكون تفكر في الكون, تفكر في الكون مثل ايش؟ القرآن العظيم صحيح؟ وهذا يكفينا فقط هذا يكفينا مش مطلوب القرآن الكريم يقدم لنا نظريات علمية لا في علم كذا وكذا مش مطلوب بالمرة يكفي أنه ماذا؟ استوفزني واستفزني عفوا واستحثني ودفعني إلى ماذا؟ الى ان أُسائِل الكون مباشره وجها لوجه. وجه. قال لك روح له اساله سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره. يا الله والله لو قراها يعني ليول ايه او لو قراها دارون لسعد بها جدا جدا. تشاز ليول يعتبر من ايه من كبار علماء بالمؤسسين للجيولوجيا حقيقه الجيولوجيا الحديثه هذا كتاب البرنسبلز هو مؤسس. شاذ <applause> هو استاذ لدى يعتبر لو قرا هذه الايه كان عجيب قرانكم يقول امشوا سيروا في الارض وشوفوا كيف بدا الخلق خلق الارض وخلق الاحياء والنبات والحيوان في الارض هتشوفوها في الطبقات وكذا وفي كذا وفي قال لك اه القران بقول هيك لا اله الا الله وبعدين يا الله شعر بدني شوف كيف الله 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 كيف كيف سؤال علم سؤال العلم الموضوعي ها هاو كيف قال لك انا ما بقول لك كيف انت اللي حتصل لجواب كيف وين لما بتصير في الارض روح سير ونبش وابحث يا جيولوجي وحتشوف كيف لا اله الا الله ايش بدي من هيك لكن هذه امك سؤولة تريد ان تكتفي بسب الاخرين وتنقص اعمالهم والله العظيم وارساخ ملصقات واعطاء ما شاء الله برامج واسعه جدا جدا للعمل بالله عليك خطر الآن انا بتكلم لو واحد اعطاك بنطلون ها أه؟ انت وسطك مثلا ايش 109 اعطاك 910 تقدر تمشي فيه بالله عليك مش هتمشي ولو انت مقاسك ايه وسطك ها ها 109 واعطاك ايه 19 ممكن شرابه هذه مش حينفع هذا تاكيد لكلام عن ايه اطار العمل اطار واسع جدا جدا مش حيشتغل مش حتمشي فيه انسى اطار ضيق مش حينفع لازم اطار يكون ايه مناسب لما يكون اوسع شويه عادي بالحزام نضعف شويه بس شوية ما عندناش مشكله فيه امكانيه للمناوره هو هذا فهذا وجه النقد مهم جدا الوجه الثاني برضه ايه ذكرته فبدنا نحاول ايه نجمعها نكتفي بهذا القدر واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه